النهارده ضيف عزيز عليا جدا جدا، قيمه علميه كبيره جدا في عالم جراحات التجميل، واسم ليس على المستوى المصري فقط ولكن المستوى المصري والعرب ايضا على المستوى العربي، واسم عالمي. يعني تاريخ العلم او علم التجميل من المصنفين القلائل على مستوى، ليس مستوى عادي، لكن مفتخر جدا بابحاثه. وانا واحد من الناس، انا باقر واعترف ان انا ذاكرت من كتبه، كنت انا طالب بس من سنوات قصيره مش من طويله. طبعا هو القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير الاستاذ الدكتور علاء نبيل الصادق، استاذ جراح التجميل بكليه الطب ودكتوراه، احد القلائل العرب الحاصلين على الدكتوراه من جامعه ميونخ بالمانيا، وعضو الجمعيه المصريه لجراحين التجميل، ورئيس قسم جراحه التجميل بمستشفى التيسير الدولي، المستشفى العريقه جدا في شرق الدلتا في الزقازيق. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور ايمن، والله منور النهارده. اهلا بيك، يعني ده احنا بنسعد جدا بزياراتك. اهلا وسهلا يعني. الله اهلا بيك، ربنا يقدرنا ونقدر نفيد المشاهدين كلهم. عايز ادخل في شفط الدهون، هذه المنطقه التي تحتاج مهاره عاليه جدا. شفط الدهون يعني ايه؟ شفط الدهون هي بعد التقييم هي وسيله لنحت الجسم، وبرضو الساده المشاهدين لازم يبقوا عارفين انها مش وسيله لانقاص الوزن، ولكن هي وسيله لنحت الجسم. بنعمل ريشيبينج او بنعمل تحديد للجسم يعني. يعني كتير قوي من البنات بتيجي تقول لك النص اللي فوق مش ماشي مع النص اللي تحت، انا بلبس فوق مقاس 42 تحت 46. ففي مشاكل بهذا الموضوع. انا برضو عايز المشاهد ان شاء الله يستفيد من الحلقه دي، بحيث ان هو يشخص نفسه ازاي. اي حد مليان يعمل ايه او يروح فين، او بمعنى اصح دور جراحه التجميل اخبارها ايه؟ هل هو يجي لنا احنا نمره واحد كده اي حد حاسس ان هو مليان شويه او تخين شويه يلا روح لدكتور التجميل؟ لا، بمنتهى الامانه دور جراحه التجميل نمره اتنين مش نمره واحد. ازاي؟ يعني اي حد بيعاني من السمنه اول خطوه لازم يعمل رجيم ورياضه. عظيم. قدامنا احتمالين، لو الجسم نزل بطريقه متناسقه، يعني ايه متناسقه؟ يعني مفيش بروزات، مفيش سمنه مضاعيه، يبقى في الحاله دي هو مش محتاج جراحه تجميل خالص. ليه؟ لان هو بيزيد بتناسق وبيقل التناسق. طيب الاحتمال الثاني ان هو ينزل يقرب من الوزن المثالي بتاعه، ولكن في مناطق ما بتنزلش، عنده سمنه موضعيه، تكون بقى في الجناب، تكون في الهانش، تكون في اي مكان في الجسم، يبقى في سمنه موضعيه، يبقى انا نزلت اهو على الميزان والوزن قرب من الوزن المثالي بتاعي، لكن في مناطق ما بتنزلش، ودي غالبا بتبقى لها عوامل وراثيه. في الحاله دي يبدا هو يتوجه الى جراحه التجميل. عظيم. طب دورنا احنا في جراحه التجميل نعمل ايه؟ نبدا نقيم. لقينا الجلد مشدود، يعني ايه مشدود؟ مجرد بروز دهني كده، لكن مفيش حاجه ساقطه، جلد ماسك نفسه، المرونه بتاعته كويسه، يبقى في الحاله دي بنتجه الى شفط الدهون بالليزر. لو لقينا الجلد مترهل، زي مثلا حالات كتيره في البطن تلاقي في زياده في الدهون ولكن الجلد ساقط لتحت، متدلي مترهل، يبقى في الحاله دي بنعمل حاجه تانية مع شفط الدهون. شفط الدهون لوحده مش هيبقى كفايه، ولكن بنعمل حاجه اسمها شد للجلد، يعني بنشيل جزء من الجلد. عظيم جدا. طيب شفط الدهون ما بين الطرق التقليديه وما بين الاسلوب التقليدي ثم الليزر ثم وما بينهما، يعني في اساليب كثيره. هو تاريخ كتير لشفط الدهون من اول ما كان بيتعمل دراي، لكن احنا خلينا نتكلم في احدث حاجه. احدث حاجه اللي هي اب تو ديت، اللي هو شفط الدهون بالليزر. تمام. شفط الدهون عمليه بتتم تحت المخدر الموضعي. برضو الساده المشاهدين يبقوا عارفين كلمه مخدر موضعي، يعني تيجي تقول لك انا طب وانت هتعمل لي فتحه وتدخل انبوبه وانا صاحيه كده مش هقلق مش هخاف؟ لا، هي منظومه متكامله، حاجه اسمها كونشس سيديشن. يعني ايه؟ يعني مخدر موضعي لازم، يعني صحيح هو مخدر موضعي لكن لازم يتعمل في مستشفى، ولازم المستشفى تكون امكانياتها كويسه، استاذ التخدير موجود ما بيسيبش العيان. طب هو يعني ايه كونشس سيديشن؟ يعني العيان صاحي لكن مسترخي مش قلقان، يبقى في استرخاء. يعني هو اللي هو الحاله عشان الناس تتخيلها، حاله ما قبل النوم، لما تحس ان انت كده شربت حاجه سخنه وهادي في السرير وقريب من النوم. تمام. ودكتور التخدير بيعمل مونيتورنج لكل اجهزه الجسم معانا طول ما احنا شغالين. عظيم. بنعمل ايه بقى في شفط الدهون بالليزر؟ احنا بنعمل فتحه، الفتحه دي فتحه صغيره، من خلالها بنبدا ندخل انبوبه، نحقن محاليل وظيفتها تخدر المنطقه موضعيا، زي ما اتفقنا ان احنا ايه مخدر موضعي، والعيان صاحي بس مسترخي.
الشهر. وبعد كده نبدا يعني لو جينا شفنا هنا مثلا هنا دي الاماكن اللي نقدر ان احنا نعمل لها شفط دهون في الجسم. العمله تنور دي بنعمل ايه؟ بنعمل ماركينج الاول، بنخطط زي ما احنا شايفين على المنطقه المراد ان احنا نشفط الدهون منها. وبعد كده بنعمل فتحه صغيره زي بتاعه المنظار كده، ومن خلالها بنبدا نحقن المحاليل اللي قلنا عليها، وبعد كده ندخل بالبروب بتاع الليزر. ليه الليزر؟ الليزر بيعمل ثلاث حاجات. اول حاجه بيكسر جدار الخليه الدهنيه استعدادا لشفطها، كسر الدهون. نمره 2 بيحافظ على الشعيرات الدمويه اللي احنا شايفينها دي اللي هي الزرقاء والحمراء على اساس يقلل قوي فقد الدم. نمره 3 ودي حاجه مهمه جدا، ان هو بينشط الكولاجين اللي موجود في الجلد. طب وده اهميته ايه؟ اهميته ان هو بيساعد في شد الجلد في بعد شفط الدهون. زي ما احنا شايفين هنا ادي الليزر دخل في المنطقه، زي ما احنا شايفين اهو بيعمل تكسير للدهون اللي موجوده استعدادا لشفطها زي ما احنا شايفين كده. طبعا المنطقه يعني بنعمل اكتر اشبه مره بالتفجير يا فندم. هي اشبه فعلا كانه فجر قنبله. ونشوف بقى هنا بعد ما عملنا الشفط نلاقي المكان فضي مع المحافظه على الشعيرات الدمويه اللي احنا شايفينها دي اللي هي الحمراء والزرقاء، وعشان كده حاليا ما بيبقاش فيه فقد. وبعد كده بناخد وقت لغايه 3 شهور عشان يحصل انكماش بالنسبه الى الجلد وخلاله. طبعا اللي بنلبس زي ما احنا شايفين هنا بنلبس كرسيه لمده 3 شهور. عظيم جدا. الفنيات بقى يعني هنا مثلا حالات من حضرتك دي حالات حالات عاملينها قبل وبعد. زي ما احنا شايفين لو بصينا عليه هنلاقي في بروز مثلا في الجنب، يعني في بروزات يعني سمنه موضعيه موجوده، وفي البطن من فوق وتحت اتعمل لها شفط دهون بالليزر، والصوره دي بعد 3 شهور. لو شفناها بالجنب برده ممكن انها تبين، يعني شوف البطن هنا مثلا ده كانت البطن غريبه قوي عامله زي هدب ولكن مش مترهله. مش مترهله، يعني ناخد بالنا يعني عباره عن بروز دهني طالع لقدام بس عامله كتلتين من الدهون وكتلتين جانبيتين. اسمل البطن زي ما احنا بعد 3 شهور من شفط الدهون بالليزر زي ما احنا شايفين ان حصل. طبعا احنا شفطنا الدهون وحصل انكماش في الجلد بدرجه مرضيه. طبعا دي بتغير الستايل بتاع اللبس تماما، ونبدا نعمل العيان تحس انها رجعت للحاجه اللي هي عايزاها. تمام. هل في منطقه البطن بالذات بيتم شفط الدهون لوحده، ولا ممكن اعمل شيء اضافي كتحسين للمظهر؟ ده سؤال ممتاز جدا، لانه بيهم يعني معظم المشاهدين وخصوصا مع تكرار الحمل. بالظبط. زي ما احنا شفنا المثال الاولاني احنا عندنا ده كان شفط دهون فقط. لكن في بعض الاحوال بنلاقي هي البطن بتتكون من ايه؟ بطن بتتكون من جلد وتحتيها دهون وبعد كده في عضلات. صح. نبدا نقيمها. لو الجلد مترهل والدهون كتير والعضلات مرتخية نتيجة لتكرار الحمل او اسباب اخرى، يبقى في الحالة دي شفط الدهون لوحده مش هيكفي. نقوم نعمل ايه؟ نعمل ثلاث حاجات في نفس العملية. نعمل ايه؟ هنشفط الدهون ونشيل الجلد الزيادة مع المحافظة على الصورة طبعا. وفي نفس الوقت بنصلح العضلات. لو احنا عملنا الكلام ده الثلاث حاجات دول في نفس المرحلة، يبقى في الحالة دي احنا قدرنا نحل المشكلة كاملة. المريضة ترجع باك 10 سنين زي قبل الايه؟ قبل الولادة وقبل ايام الخطوبة. خصوصا ان ساعات بتحصل نوع من الخلافات الزوجية ده بصراحة شديدة جدا بين الزوجين بعد اصل البطن هو بيبقى الراجل يقعد يلومها، لا انت ما رجعتيش ليه زي الاول. هو طبعا ناسي الولاد اللي موجودين. هو انا بينسى. لا لكن البطن في الاول يعني طبعا هي ما بتعرفش تلبس اللي هي عايزاه. طيب نمرة 2 بنلاقي البطن بتكبر، زمايلها الله انت حامل في كام شهر طيب بعد شويه تنزل البطن لتحت، يقوم يحصل ايه؟ التهابات جلد على جلد. في فطريات، في روائح مش كويسه منفره اجتماعيا، تزيد اكتر، تعمل تقل على العمود الفقري، وجع في الم في الظهر، تعمل تقل على الركب، الم في الركب والدن السكه زي ما احنا شايفين. زي ما احنا لو جينا بصينا هنا هنلاقي بقى ايه الفرق بين الصوره دي والصوره الحاله الاولانيه اللي انا عملتها. هنا قبل العمليه الجلد مترهل يعني ساقط لتحت زي ما احنا ده دهون وجلد مترهل. ده دهون وجلد وعضلات كمان مترهل. هنا لما نشوف بعد العمليه زي ما احنا شايفين شلنا الدهون، شفطنا الدهون وقصينا الجلد مع المحافظة على السرة زي ما احنا شايفين، وفي نفس الوقت عملنا ايه؟ عملنا اصلاح للعضلات. وطبعا هي كمان بعد شوية بيبقى في بعض التورم بعد بيقل كمان اكتر، وبتبقى النتيجة افضل كمان. يعني الفرق الزمني بين ثلاث شهور. دي مثال تاني لحالة من الحالات اللي انا عاملها بعد الفقد الشديد للوزن. يعني بعد العمليات بتاعت السمنة، تكميم المعدة وخلافه، دي طبعا لها دكاترة مخصوص بتعملها او تحويل المسار المصغر. بيفقد الـ الـ
الجسم كمية كبيرة من الدهون تؤدي إلى ترهل في أجزاء الجسم في كل حتة بقى، ممكن أدي في البطن، في الذراع، في الفخس. هنا في البطن زي ما احنا شايفين قبل العملية هنلاقي في جلد مترهل فوق السرة وتحت السرة وعلى الجناب. نقوم نعمل إيه؟ شفطنا، شلنا جلد الزيادة، وبنعمل نحت للجسم. نبص على الجناب كده، الجناب واضح إنها من فوق هي مليانة، فبنعمل نحت بقدر بحيث إن احنا هنحقق بعد العملية الشيب اللي المفروض المريض عايزه وبيطمح إليه. طيب في حتة ما بيقدروش يخطوه خالص، الدراعين. الدراعات دي مشكلة كبيرة بقى. الدراعات زي ما قلت ده كلام مظبوط جدا، اول ما تكبر كده فضايح. دي مشكلة الصيف والشتاء. آه. لبس الصيف ما بيغطاش، والشتاء الدراع ما يدخلش فيه، تيجي تلبس اي جاكيت الدراع ما يدخلش، فهي مشكلة فعلا. تيجي مثلا على السفرة بتقدم حاجة تلاقي فيه وهكذا، دي فعلا مشكلة الحقيقة يعني. طبعا التعامل معها زي اي مكان في الجسم، احنا بنقيمه. لو هي المشكلة القطر والمرونة بتاعت الجلد عالية، في الحالة دي شفط دهون بالليزر هيحل المشكلة وهتبقى الامور ممتازة. طب لو الوضع مش لا ده انا عندي فيه ترهل، وخصوصا في الجزء الاسفل من الذراع عشان الجاذبية الارضية، وخصوصا في ايه بقى يا دكتور ايمن؟ في الناس اللي عمالة تزيد وتخس تزيد وتخس، ايه اللي يحصل؟ هي يحصل تخسيس، تلاقي الايه؟ تلاقي بدا يحصل فيه مع الجاذبيه الجلد مش قادر او المرونه بتاعته قلت شويه، يبدا تلاقي فيه حته هنا ايه موجوده. في الحاله دي بنحتاج نعمل حاجه اسمها شد ذراع بنفس برضو الطريقه. احنا يعني ممكن مخدر موضعي او مخدر كلي زي ما احنا شايفين هنا. لو جينا بصينا هنا قبل العمليه هنلاقي زي ما يكون درعين يعني، بص اوريدي في لاين موجود قبل. انا دايما احس يا عيني الست ديت بتبقى كانها شايله طفل تحت. بالظبط. بتقعد تعمل كده كانه طفل صغير وتقلع الحركه كمان. وطبعا في عضلات موجوده يعني. مثلا لما نيجي نبص بعد العمليه نبص على الجزء اللي فوق، واحد يقول طب ليه ما نشفطش كمان ده؟ اتشفط بس هو في عضلات موجوده اوريدي واخده الهيكل بتاعها. بنعمل فتحه، الفتحه الحقيقه بتكون من تحت الابط وماشيه في اتجاه الكوع، الطول بتاعها على حسب درجه الترهل الموجود. الحقيقه بالنسبه لشد الذراع الجرح بيبقى باين في الاول. ليه بيبقى باين في الاول؟ لانه ماشي عكس خطوط الجلد. يعني ايه؟ خطوط الجلد ماشيه بالعرض، هو ماشي عكسها، وعشان كده في الاول بيبقى ظاهر، بعد 3 شهور يبدا يقل تدريجيا، بياخد له سنه تقريبا عشان يبقى الجرح شكله كويس. وعشان كده انا بنصح برضو البنات يعني تيجي تقول طب شوف الدراع كده، طب انت الفرح بتاعك امتى؟ ده انا فرحي الشهر الجاي. ما ينفعش، ما احنا بنبني الكوبري دايما في 28 يوم الاخر. يعني لازم تدي وقت علشان الاثر يبدا يروح، ولما بيروح بيبقى كانه خط من خطوط الجلد. عظيم جدا. طيب برضو ساعات انا برضو بكلم حضرتك، بما ان حضرتك قلت لي حته الامرجنسي والناس دايما بتيجي متاخره، البنت عندها فرحها ونفاجئ ان البنت عندها عقده مش عايز تتجوز، مامتها تدخل عليها البنت بتعيط. ايه البنت بتعيط ليه؟ انا البنت بتقول انا بشتكي، البنت بتشتكي من عندها صغر حجم الثدي. تمام تمام تمام. ست بعد الولاده والحمل مره واثنين بدا يحصل لها ترهل في الثدي وصدرها بدا يبقى كده، وجوزها بدا بقى يعني يظهر امتعاض. ورجاله يعني فعلا في الحاجات دي في رجاله كويسه جدا الحمد لله، وفي رجاله صباح النداله. والله انا بحس ان السيدات او البنات مظلومين في الحته دي. أيوة. ليه بقى؟ لان هي الـ يعني المراه بتتجوز في الاول والعلاقه طبيعيه، بعد كده تيجي مثلا انجبت في اطفال، وبعد كده يجي الزوج يحاسبها على التغيرات اللي حصلت في الجسم ونسي الاطفال اللي موجود، فانا بحس انها فعلا مظلومه صباح الموضوع. لكن عموما ردا على السؤال، يعني في صغر حجم الثدي دي مشكله، وكمان الحاجه مش ظاهره يعني مش ظاهره للاعضاء للاسره كلها، لانهم بيحاولوا يخفوها بالهدوم واللبس والحاجات دي، وتظهر زي ما تفضلت وقلت قبل الفرحه على طول. طيب ايه الموضوع بتاعها؟ ممكن الصغر يكون حاجه بسيطه خلاص مش مشكله، بعد الجواز يمكن يكبر والامور تبقى كويس. لكن في صغر فعلا بتلاقي عباره عن جلد فاضي او ايفن ده مش موجود، زي ما حضرتك عارف في حاجه بولاند سندروم مثلا. هي مولوده اساسا ناحيه في صدر وناحيه ما فيش. ففي الحاله دي لازم نتدخل ولازم نشوف هنعمل ايه. طيب التخيل بتاعنا عباره عن ايه؟ احنا عندنا في حاجه انا عايزها تكبر، فبنجيب حاجه اسمها حشوه، وده الجدار بتاعها من السيليكون القوي وجواها جيل، ونبدا من فتحه صغيره لها اماكن كتيره ممكن تحت الثدي او حوالين الهاله، ونبدا ندخل يا اما نحطها تحت الغده بتاعت الثدي او تحت العضله لو التيشو اللي موجود مش كبير، وده بيدي نتائج فوريه وتبقى الامور كويسه وتقدر انها تعيش بيه كويس الحقيقه يعني. حلو قوي. زي ما احنا شايفين التقنيه هنا
امتى بنقي احط السيليكون تحت العضله او فوق العضله؟ ده بيتوقف على حاجات كتير، اشهرها ان لو انا عندي فيه كميه كبيره من الدهون والغده موجودين، في الحاله ده ممكن ان انا احطها تحت العضله تحت الثدييه على طول زي الصوره اللي موجوده، لكن لو كميه الدهون والغده اللبنيه قليله في الحاله دي يبقى احنا بنحط تحت العضله، وكل واحده بيبقى لها العيوب بتاعتها والمميزات، وطبعا بالتقييم بنقدر نحدد ايهما اصلح بالنسبه لها. طيب ده فيما يتعلق بالتكبير الثدي. بالظبط. لكن في مشكله تانية انه الثدي قد يكون متضخم جدا، وصل لمرحله التاثير على النفس ودخل على الظهر والرقبه. بالظبط بالظبط. ده دي مشكله كبيره هنا في مصر. يعني انا كنت مثلا يعني بتختلف من شعب لشعب، يعني انا كنت في المانيا مثلا، لا هو عندهم معظم الثدي صغير يعني بيعملوا موضوع التكبير. في الخليج يعني يميل برضه للتكبير. هنا في مصر معظم الناس بيبقى الثدي كبير، والكبر ده ممكن يبقى من البدايه خالص مع البلوغ والحاجات دي، ويبقى برضه له ده عوامل وراثيه في الموضوع. تلاقي في عيله كده كلها مقدمات كده، الام والخاله والعمه والبنت. ده دي مشكله كبيره بقى. ليه؟ لان ده ما بيستخباش بقى، ما هو كبير، اضطرينا ان احنا نلبس او الستايل بتاع اللبس بتاعنا، اضطريت ان انا البس بتاع سن اكبر كتير. تيجي بقى تشوف الناس دول ده مساكين خالص. خجولين جدا. اولا التقل اللي موجود ده تقل على الظهر والعمود الفقري، وبالتالي تلاقي فيه الحدب وانحناء موجود. مع الشغل والحركه بنلاقي ان في الم على الكتاف، بنلاقي في الم في العمود الفقري في الظهر. مش بس كده، بالليل ما تعرفش تنام. ليه؟ من كبر الحجم اللي موجود بتلاقي تيجي تنام تلاقي النفس طبعا مشكله. مش بس كده، الجلد على الجلد نتيجه للتدلي بتاعه بنلاقي بيبدا يحصل التهابات. مهما كانت ست نظيفه وبتاخد شاورز كتير، ولكن في فطريات غصب عنها نتيجه للجلد على الجلد ده بيعمل روائح برضو منفرة من الفطريات والحاجات دي. فدي مشكلة، والعلاج بتاعها برضو يعني بيتعمل لها حاجة اسمها عملية تصغير ثدي. وطبعا العملية دي لها أكتر من طريقة، بتعتمد على الحجم اللي هو قبل العملية. ممكن أنها يعني بتصغر، يعني هو مفروض الهالة أو الحلمة بتبقى في نص المسافة بين مفصل الكوع والكتف. هنا بنلاقي أن عندي ده نزلت تحت، وفي ناس بتوصل لغاية الإيدين. بنشيل منها بالثمانية كيلو والعشرة كيلو. فبنعمل إيه؟ لها تكنيك معين، بنبدأ يعني مش بس نصغره، لا ونعالج الترهل بحيث ان هو يرتفع للمكان المظبوط بتاعه. الاثر بتاعنا بيبقى خط نازل من تحت الهاله، او ان هو بيبقى خط هنا اللي هو الحرف الشين مقلوب، وبيختلف. نقدر نعمل ده ونعمل ده، لكن ايه اللي بيحكمنا؟ اللي هو الحجم المبدئي قبل العمليه. عظيم جدا. في حاجه بقى يعني كل ده بيؤرق المريض واحنا بنمشي كده في حياه الانسان، لكن في حاجه ممكن تخليه ما يعرفش ينام الليل وطول الوقت قاعد ماسك مرايه بيتفرج على جرح في وشه، خصوصا لو بنت. تمام. والراجل كمان. تمام. ممكن ده يعوقه في الشغل يا فندم. تمام تمام. والله هي الحقيقه دي مشكله كبيره. ليه بقى؟ لان يعني يمكن حتى بعد الثوره احنا شفنا الكلام ده بطريقه، يعني يمكن الاعداد اللي بتجيلنا تضاعفت 10 مرات الحقيقه يعني. وغالبا ما بتيجي في سن صغير اللي هو فتره الشباب دي يعني. تلاقي واحد كده وجاي جرح في وشه. الجرح اللي في وشه ده بقى مشكلة كبيرة. ليه؟ أولا مع زمايله مشكلة. لو هنا شفنا هنا مثلا الصورة اللي موجودة، يعني ده صغير، شوف الجرح ماشي ازاي وماشي عكس خطوط الجلد. طيب ده لو احنا له طريقة الحقيقة، يعني لو احنا رحنا شايلين، يعني بعض الناس يتهيأ لهم ايه؟ طب ما نشيل الجرح ده ونخيطها كده تجميل غرزة كده وخلاص والموضوع يخلص. لو عارف لو عملنا كده هنا هي بالظبط، يعني نيجي نفك الغرز يقول لك تسلم ايديك يا دكتور، لكن بعد شهر تلاقيه وسع تاني. ما عملناش حاجه. امال الحاله دي احنا عملناها باي طريقه؟ هي ماشيه عكس خطوط الجلد. لازم نحترم خطوط الجلد في الموضوع. خطوط الجلد زي ما الواحد بيضحك في المنطقه دي كده بتلاقي الخط بتاع الجلد الكتف دي جايه ماشيه عمودي على خطوط الجلد. طيب نعمل ايه؟ نحول الخط الكبير اللي هو ماشي عكس خطوط الجلد لخطوط صغيره، يعني زي الزجزاج كده ماشيه مع خطوط الجلد. نخليه بالعرض، نخليه بالعروض، بالعروض. نمره 2، العضلات التعبيريه بتاعه الوجه اللي هي السبب في ان الجرح يوسع، نبدا احنا نتعامل معاها ببوتوكس او حاجات تانية بحيث انها تقلل نشاط العضله في الفتره الاولى اول 6 شهور لغايه لما يحصل التئام بالنسبه الى الجرح. ده اللي تم مع ده اللي تم مع ده. انما لو احنا بالطريقه العاديه، يعني في بعض الزبلاء كتير قوي، خلاص ادي جرح شيل وخيط، هو شهر واحد هيروح
يوسع تاني. لكن لازم هو له طالما هو عكس خطوط الجلد فده طبعا بيبقى له طريقه في التعامل معاه. كل منطقه في الوجه لها الخطوط بتاعتها. يعني لو جينا بصينا لمنطقه الجبهه مثلا، الخطوط ماشيه ازاي؟ ماشيه بالعرض. لو الجرح بتاعي اتجاهه ماشي موازي لخطوط الجلد بالعرض كده، خلاص ده سهل خالص. ليه؟ ده شيله وخيطه على نفس الاتجاه لان هو ماشي مع خطوط الجلد. طب ويعني ايه ماشي مع خطوط الجلد؟ يعني العضله اللي موجوده دي كل ما تنقبض بدنا تقرب الجرح من بعضه اكتر، مش تبتعدوا عن بعضه. مش تبعد، يبقى دي مفيش مشكله ودي حاجه سهله وعلى طول نص ساعه. طب افرض الجرح كده عكس خطوط الجلد، انا عامل خطوط اهو عكس خطوط الجلد، العضله دي بقى كل ما تنقبض تقوم توسع الجرح عن بعضه اكتر. ودي الطريقه بقى اللي يبقى لازم نعمل حاجه تانية، اللي هو ايه بقى؟ لازم ان احنا نحول الخط الكبير اللي ماشي عكس خطوط الجلد لخطوط صغيره ماشيه مع خطوط الجلد، وفي نفس الوقت اقل نشاط العضله مؤقتا عن طريق حاجات احنا بنعملها في العضله او عن طريق حقن بوتوكس وخلافه لغايه لما يحصل التئام بالنسبه للجرح. والعيان ده بيبقى على فكره يعني بياخد برضه وقته، يعني بعد اول ما بنعمل بيبقى برضو الاثر مازال موجود، لكن بيبدا يقل الاثر تدريجيا بعد 3 شهور والنتيجه بتبقى كويسه بعد سنه من العمليه. عظيم جدا. يعني لو الجرح بالطول كده هبدا بقى انا احوله لجروح صغيره بالعرض بالظبط، اللي هو تبقى زيجزاج كده 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 بالظبط. ودي وده نص الموضوع. النص الثاني ان لازم اقلل نشاط العضله اللي تحت علشان ما تشدش على الجرح وبالتالي الجرح يوصل. انت نورتنا، شرفتنا. الله يخليك. سعدت جدا سعاده غامره ان انا التقيت بك وانت طبعا استاذي. الله يخليك. شيء انا يعني افتخر بيه دائما، ويعني انا عارف انه مشقه كبيره ان انت تدي من وقتك لينا كتير، بس نتمنى ان انت تداوم الزياره لانه قيمه كبيره زيك لما بيزورنا احنا يعني بنبقى سعداء. الله يخليك. انا طبعا سعيد بوجودي مع حضرتك، واتمنى ان يكون الكلام اللي احنا قلناه افاد مشاهدين القاهره والناس. اكيد القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير في عالم جراحات التجميل، استاذ دكتور علاء نبيل الصادق، استاذ جراحه التجميل بكليه الطب، وطبعا احد القلائل الحاصلين على الدكتوراه من جامعه ميونخ بالمانيا، عضو الجمعيه المصريه لجراحه التجميل والاصلاح، ورئيس قسم الجراحه جراحه التجميل بمستشفى التيسير الدولي للاسم العريق. خليكم دايما مع الدكتور، احنا برنامج الاول في العالم العربي، اوعى تروح في حته. في اجيال كتير قوي اتربت على ثقافه خلع الاسنان، هندخل في مناطق ما دخلناش فيها قبل كده. الزرعه رقم واحد في العالم، مصنوعه ماده اسمها روك سوليد. احنا بنستخدم اعلى تكنولوجي، التجميل تجرأ عليه غير المتخصصين، وبنعمل بروتوكول تجميل الاسنان زي الكتاب. انت من حقك كحاله تطمن للدكتور. انا نفسي نوصل بحاجه اعلى من كده. عايز تعمل سنانك روح مصر، على فكره ده يفيدني. ايه هي اللمسات الفنيه بقى اللي انا بحطها وبخلي السنه تبان طبيعي؟ السنه الطبيعيه ليها كاركتر، ليها شخصيه. لازم لما حد يشوف شغله كل ده شغل دكتور الفلاني. تجميل الاسنان قواعده ايه؟ الناس بتشتغل دلوقتي على ان الزراعه ما تبقاش كده. اول من ادخل فكر تجميل الاسنان داخل الشرق الاوسط. الطبيب دوره الاساسي العلاج، وانه يوصل الحاله لاحسن وضع ممكن. الخلع هو السبب الاساسي في التقدم في السن شكلا. انما التجميل يبقى كل واحد بيقول انا دكتور تجميل ومعامل. انا خايف عنده الات سوت. اهم حاجه في تجميل الاسنان الشيب السنه نفسها. تجميل الاسنان فن.